السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أجدد الترحيب بكل متتبعي قناة محمد ميسوري، وأعتذر عن الغياب والذي كانت له أسباب قاهرة وخارجة عن إرادتي. إذا نجدد الاتصال، وأتمنى أن يدوم وصلنا وأدام الله علينا وعليكم نعمة الصحة، آمين. إذا أتمنى للجميع سنة دراسية موفقة إن شاء الله. إذا مر عن تقديمي للجزء الأول من موضوع The Burnout، الاحتراق الوظيفي، وقت طويل، ولمن يريد الاطلاع على محتوى هذا الجزء الأول وربطه بمحتوى الجزء الثاني والذي سأقدمه بعد قليل، فما عليه إلا أن يختاره على لائحة الفيديوهات على القناة. إذا الجزء الثاني من موضوع الاحتراق الوظيفي The Burnout. Possible causes of job burnout. الأسباب المحتملة للاحتراق الوظيفي. Job burnout can result from various factors including. تتعدد الأسباب المؤدية إلى الاحتراق الوظيفي، ومنها lack of control، عدم القدرة على أو الافتقار إلى السيطرة على أو التحكم في الذات. Lack of control، الافتقار إلى السيطرة أو عدم القدرة على التحكم في الذات. An inability to influence decisions that affect your job, such as your schedule, assignments or workload. عدم القدرة على التأثير على القرارات التي تؤثر في وظيفتك، كجدول أعمالك وطبيعة المهام الملقاة على عاتقك. إذن various factors including lack of control and inability to influence decisions، عدم القدرة على تأثير في القرارات that affect your job، التي تؤثر على عملك، such as your schedule، يعني برنامج العمل، schedule، assignments or workload، يعني المهام الملقاة على عاتقك، assignments or workload could lead to job burnout، قد تقود إلى هذه العناصر قد تقود إلى احتراق الوظيفي. So could، وكذلك يفعل، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للنقص في الموارد التي تحتاج إليها للقيام بعملك. So could lack of the resources، موارد، you need to do your job، you need to do your work، إذن الموارد التي تحتاجها للقيام بعملك. Unclear job expectations، الانتظارات الغير الواضحة من العمل. Unclear job expectations. If you are unclear about the degree of authority you have or what your supervisor or others expect from you. إذا لم تكن واثقا من نسبة نفوذك أو من نسبة ما ينتظره منك مديرك أو الآخرون، فأنت من المحتمل جدا ألا تحس بالارتياح في عملك. إذا أعيد. If you are unclear، إذا لم تكن واثقا about degree، يعني بالنسبة لمستوى تحكمك أو نفوذك، you have، نفوذ الذي تنعم به، you have or what your supervisor أو مديرك أو الآخرون ينتظرون منك، from you، you are not likely to feel comfortable at work، إذن من المحتمل ألا تحس بالارتياح في عملك. Dysfunctional workplace dynamics. إذن الاختلال الوظيفي لديناميات مقر العمل. Dysfunctional, functional and dysfunctional workplace dynamics. إذن الاختلال الوظيفي لديناميات مقر العمل. Perhaps you work with an office bully.
ربما أنك تعمل مع زميل في المكتب يمارس البلطجة أو التنمر. The bully is إذن البولي هو شخص يحاول أن يمارس السلطة أو البلطجة بهذا التعبير على الآخرين في المكتب، فيعطيهم إحساسا بأنه يعني أكثر مستوى أو أعلى مستوى منهم. Dysfunctional workplace dynamics، قلنا الاختلال الوظيفي لديناميات مقر العمل. Perhaps you work with an office bully، ربما أنك تعمل مع زميل في المكتب يمارس البلطجة والتنمر. Or you feel undermined، or you feel undermined by colleagues or your boss micromanages your work. إذن ربما أنك تعمل مع زميل في المكتب يمارس البلطجة والتنمر، أو أنك تحس بأن زملائك يقوضون ويضعفون مجهوداتك، أو أن رئيسك يركز على كل تفاصيل عملك، كل هذا يساهم في ضغوط العمل. إذن or you feel undermined by colleagues، إذن colleagues زملاء ماذا يفعلون؟ they يبخسون أو ينقصون من مجهوداتك ومن مستوى عملك. undermined by colleagues or your boss، your boss يعني رئيسك، micro manages يعني يركز على جميع تفاصيل your work، تفاصيل عملك. This can contribute to job stress، كل هذا يساهم في ضغوط العمل. Extremes of activity، إذن الحدود القصوى للعمل النشيط. Extremes of activity، inactivity، activity. This is the opposite، إذن ضد of activity is inactivity. Extremes of activity، when job is monotonous or chaotic you need constant energy to remain focused. عندما تكون الوظيفة روتينية monotonous ويسيطر عليها نمط الرتابة أو الفوضوية chaotic، فإنك تكون في حاجة إلى طاقة ثابتة. You need constant energy، طاقة ثابتة، to remain focused، لكي تبقى على تركيز، إذن تبقى مركزا، أن تحافظ على تركيزك على عملك، الشيء الذي يؤدي إلى الإرهاق والاحتراق الوظيفي. Lack of social support، إذن قلنا lack of social support، الافتقار إلى الدعم الاجتماعي، social اجتماعي، support الدعم، الافتقار إلى الدعم الاجتماعي. If you feel isolated at work، إذا كنت تشعر بالعزلة، isolated، isolation، isolated. If you feel isolated at work، إذا كنت تشعر بالعزلة في العمل وكذا في حياتك الخاصة. If you feel isolated at work and in your personal life، وفي حياتك الخاصة، you might feel more stressed، فإنك سوف تحس بأنك يعني معرض إلى مستوى أكبر من الضغط العصبي. Work-life imbalance، الحياة العملية الغير متوازنة. الحياة work-life الحياة العملية imbalance يعني ينقصها التوازن. If you work takes up so much of your time and effort that you don't have the energy to spend time with your family and friends you might burn out quickly. إذا قلنا الحياة العملية الغير متوازنة، إذا كان عملك يستحوذ على نسبة كبيرة من وقتك وجهدك لدرجة أنك لا تملك الطاقة لقضاء وقت صحبة عائلتك وأصدقائك، فقد تحترق بسرعة وفي وقت وجيز. Work-life imbalance، إذا قلنا الحياة العملية الغير متوازنة. If your work takes up so much of your time، إذا كان عملك يستحوذ على نسبة كبيرة من وقتك and effort وجهدك that you don't have the energy،
يعني تفتقر إلى الطاقة لقضاء وقت مع عائلتك أو مع أصدقائك. إذا في هذه الحالة فقد تحترق وبسرعة. Job burnout risk factors. Job burnout risk factors. Risk خطر. Factors عناصر. Burnout احتراق الوظيفي. Job والعمل. إذن عوامل خطر الإصابة بالاحتراق الوظيفي. You might be more likely to experience job burnout if. قد تكون أكثر قابلية للمرور بتجربة الاحتراق الوظيفي إذا كنت. You might. إذن قد تكون أكثر قابلية للمرور بتجربة الاحتراق الوظيفي إذن if you identify so strongly with work, you identify more so strongly with work. إذن تنغمس بقوة في عملك. You identify so strongly with work that you lack imbalance, that you lack balance. إذن تفتقد إلى التوازن بين ماذا؟ Between, بين your work life, بين حياتك العملية, and your personal life, وحياتك الشخصية. إذن الانغماس المبالغ فيه في العمل فقد يؤدي إلى هذا المشكل, وهو فقدان التوازن بين الحياة العملية والحياة الشخصية. You have a high workload. You have a high workload. إذا كان عبء عملك يثقل كاهلك. Workload. إذا load هو يعني الأعمال يعني الموكلة إليك أو الملقاة على عاتقك. You have high. يعني مرتفع. واحد نسبة ديال الأعمال التي ألقيت على عاتقك هي نسبة عالية. You have a high workload including overtime work. إذن ساعات إضافية للعمل, يعني أنك تعمل الساعات العادية لعملك وتضيف إلى ذلك ساعات أخرى إضافية, فهذا قد يرهق كاهلك ويكون سببا في إصابتك باحتراق الوظيفي. You try to be everything to everyone. You try, إذن تحاول, to be everything, أن تكون كل شيء. أن تكون أنت كل شيء في العمل. To everyone, للجميع. يعني أن الجميع يعتمد عليك, وتحاول أنت أن تكون في مستوى تطلعاتهم. يعني هذا يعني بأنك تقوم بمجهود يعني أبعد بكثير مما أنت قادر عليه. You work in a helping profession. إذن تعمل في مصلحة لتقديم المساعدة, مثلا العناية الصحية, such as health care. You work in helping profession such as health care. نعم. You feel you have little or no control over your work. تشعر بأنك قليل تمكن أو غير متمكن مطلقا من عملك. إذن هذا الإحساس يعني يولد لديك الإحساس بالإحباط, والإحباط قد يؤدي بك إلى الاحتراق الوظيفي. إذن you feel تشعر you have little control. إذن تحكم قليل في عملك over your work or no control at all. You have no control. ليست لديك أي يعني سيطرة على عملك. Your job is monotonous. إذا كان عملك رتيبا. إذن monotonous, monotony. Your job is monotonous. Type 2 diabetes. يعني مرض السكري من الدرجة الثانية. Vulnerability to illnesses. يعني الحساسية. Vulnerability. الحساسية أو القابلية to illnesses. للإصابة بالأمراض. Illnesses هي الأمراض. نعم. Consequences of job burnout. Consequences of job burnout. آثار الاحتراق الوظيفي. Ignored or unaddressed job burnout can have significant consequences. Ignored or unaddressed. إهمال أو عدم معالجة الاحتراق الوظيفي. Unaddressed
يعني غير معالج. أنا addressed job burnout، الاحتراق الوظيفي الغير معالج إذا لم يعالج في حينه يعني في الوقت المناسب. Can have significant consequences، قد تكون له آثار كبيرة منها. Including منها excessive stress، الإجهاد المفرط. Fatigue، الإعياء. Insomnia، الأرق. Sadness، حزن. Anger، غضب. Irritability، حدة الطبع، أنك تكون مزاجيا. Heart disease، مرض القلب. High blood pressure، الضغط الدموي العالي. High blood pressure، الضغط الدموي العالي. Handling job burnout، to handle هي معالجة job burnout، معالجة الاحتراق الوظيفي. Try to take action، حاول أن تكون إجرائيا. Faut être opérationnel، try to take action. To get started، للبدء قم بما يلي. To get started، قم بما يلي. Evaluate your options، قم بتقييم لخياراتك. إذا لديك مجموعة من الخيارات، إذن قم بتقييمها. First، إذن أولا، discuss specific concerns with your supervisor، إذن ناقش اهتمامات محددة مع المشرف على عملك. Discuss specific concerns with your supervisor. Maybe you can work together to change expectations or reach compromises or solutions. فربما قد تتوصل إلى العمل معا لتغيير الانتظارات أو للتوصل إلى تسويات أو حلول. Discuss specific concerns. Discuss ناقش specific concerns، اهتمامات محددة with your supervisor، مع المشرف على عملك supervisor. Maybe ربما you can work together، تعملان معا to change expectations انتظارات، or reach compromises، أو توصلان إلى تسويات or solutions أو حلول. Try to set goals for what must be done and what can wait. Try to set goals. إذن حدد، حاول أن تضع أهدافا. Try to set goals. لما يجب أن ينزل ويخضع للتطبيق. Try to set goals for what must be done now. إذن يجب أن تحدد أهدافا التي لا يمكن أن تنتظر ويجب أن تنزل وتخضع للتطبيق حينا. And what can wait، وما يجب وما يمكن أن ينتظر، يعني الأهداف التي يمكنها أن تنتظر في الوقت الذي تكون يعني منشغلا بتحقيق الأهداف التي تفرض نفسها حينا. Seek support، ابحث عن المساعدة. Seek، ابحث. Support، المساعدة. Whether you reach out to co-workers، friends or loved ones، مهما مددت يدك إلى زملائك co-workers الذين يعملون معك، friends أصدقائك إلى أصدقائك، or loved ones أو الأشخاص الذين يحبونك وتحبهم، or loved ones، support and collaboration، support يعني المساعدة والتعاون collaboration، might help you cope، قد تساعدك، قد تساعدانك، يعني support and collaboration يعني المساعدة و يعني مساعدة و collaboration يعني التعاون، collaboration and support يساعدانك على التأقلم، to cope. If you have access to an employee assistance program، إذا كان لديك إمكانية الولوج إلى برنامج مساعدة الموظفين، if you have access to an employee assistance program، take advantage، إذن حاول أن يعني تستفيد من
الخدمات المناسبة لحالتك. If you have access to an employee assistance program, take advantage of relevant services. Try a relaxing activity. Try a relaxing activity. حاول أو جرب أنشطة الاسترخاء. Explore, إذن اكتشف programs, برامج that can help with stress such as yoga. إذن اكتشف برامج تساعد على محاربة الضغط العصبي كاليوغا, such as كاليوغا, اليوغا, meditation, التأمل, or tai chi. Tai chi كما يعلم الجميع هي رياضة صينية وهي عبارة عن تسلسل بطيء للحركات الرياضية. Get some exercise. إذن قم بنشاط رياضي. Exercise. Regular physical activity. مزاولة التمارين الرياضية المنتظمة. Regular physical activity. إذن نشاط رياضي يعني منتظم. Regular physical activity can help you to better deal with stress. إذن ستساعدك على تحسين مستوى تعاملك مع التوتر. نعم. It can also, وقد تساعدك أيضا على ماذا؟ It can also take your mind off work. إذن وقد تساعدك أيضا على تحرير فكرك من وطأة عملك. لأن هناك من يحمل عمله أو هم عمله إلى المنزل أو إلى أي خارج المنزل, فهذا يعني بأنه لا زال على علاقة بعمله وهذا يرهقه. إذن والنشاط الرياضي قد يساعد الإنسان على يعني نسيان عمله وأخذ قسط من الراحة والعودة إلى عمله بنشاط وحيوية بعد ذلك. إذن نم وقتا. Get some sleep. Get some sleep. Sleep restores well-being and helps protect your health. إذن نم وقتا كافيا. Get some sleep. Sleep restores well-being and helps protect your health. النوم يساعدك على استعادة الإحساس بالارتياح ويساعدك على حماية صحتك. Health, الصحة. Protect, فعل حمى يحمي. إذن sleep restores, يستعيد. Restore هي استعادة. Sleep restores well-being. Well-being هي الإحساس بالارتياح والسعادة. And helps protect your health. Mindfulness, التركيز الذهني. To be mindful هو أن تكون ذات تركيز على عملك. إذن التركيز الذهني. Mindfulness is the act of focusing on your breath flow. إذن التركيز الذهني هو عملية التركيز على انسياب نفسك. Breath flow, انسياب النفس. On your breath flow and being intensely aware, وأن تكون شديد الوعي. أن تكون شديد الوعي أو تام الوعي بما تحسه. Intensely aware of what you are sensing, ما تحسه, and feeling, وما تشعر به, at every moment, في كل وقت, without interpretation, بدون تقديم أحكام, or judgment, interpretation, تأويل, or judgment, حكم. In a job setting, في إطار العمل, in a job setting, this practice involves facing situations with openness. هذه الممارسة تتضمن مواجهة المواقف بانفتاح. Openness, يعني يجب أن يكون الإنسان منفتحا. وصبر, patience. In a job setting, this practice involves facing situations with openness, بانفتاح, and patience, صبر, and without judgment, وبدون تقديم أحكام. Keep an open mind as you consider the options. حافظ على فكرك منفتحا.
keep an open mind as you consider the options. عندما تكون بصدد التفكير في الخيارات. إذن يجب عليك أن تكون منفتحا على الآخر. يعني أن لا تكون لديك أحكام. يجب أن تعمل في شراكة مع الآخر حتى توصل إلى معرفة ما هو الشيء في خياراتك الذي يجب أن تتبناه في عملك. إذن keep an open mind as you consider the options. Try not to let a demanding or unrewarding job عمل unrewarding هي عمل لا يجزي ولا يكافئ unrewarding job or demanding job هي العمل الذي يتطلب منك يعني جهدا يعني أكبر من المجهود الذي تستطيعه. إذن هذا النوع من العمل الذي يثقل كاهلك ولا يجزيك ولا يكافئك بالشكل المناسب، فهذا العمل قد يقوض سلامة صحتك. إذن try not to let demanding or unrewarding job undermine your health. إذن لا تسمح لعمل يتطلب الكثير وغير مجزي ولا يكافئ بإنصاف حسب الجهد المبذول بتقويض سلامة صحتك. إذن أتمنى أن يكون هذا الجزء الثاني من موضوع The Burnout يعني مفيدا ويحتوي على مجموعة من الأفكار التي قد تساعد الموظفة في يعني مغالبة هذه الظاهرة. وشكرا لكم وإلى موضوع قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.